وينضم إلينا من بيروت الصحفي ويليام عزام. أهلا بك معنا مجددا ويليام. إذا ما هي آخر المستجدات في الساعة الأخيرة حتى الآن؟ نعم، يستمر الهدوء الحذر على الضاحية الجنوبية لبيروت الآن وفي هذه اللحظات، علما أنه بين لحظة وأخرى تستأنف الغارات والضربات الإسرائيلية على الضاحية بعد ليلة أخرى من الغارات المكثفة والعنيفة، استهدفت عدة أحياء ومناطق في الضاحية وتركزت خصوصا على منطقة السان تيريز، حيث سجل هناك انفجارات أعقبت استهداف أحد الأبنية. ويعتقد أن هذا البناء الذي انهار اليوم نتيجة الحريق والانفجارات في داخله يحوي مخزن أسلحة وذخائر لحزب الله، وفق شهادات أحد المواطنين الذي وثق بالصورة والصوت ما جرى خلال الليل. وتستمر النيران حتى الساعة مع الدخان المتصاعد من الموقع المستهدف. لم يرد عن وقوع إصابات وضحايا خلال ضربات الإسرائيلية ليلة أمس، ولكن كما ذكرنا بين لحظة وأخرى قد تستأنف هذه الضربات والغارات كما حصل صباح اليوم، ثم عاد الهدوء الحذر وبعض السكان تمكن من تفقد ممتلكاتهم، حيث الأضرار الناجمة عن الغارات والضربات كبيرة جدا، بحيث الدمار ينتشر في الضاحية الجنوبية التي تحولت إلى شبه خالية تماما من السكان. عمليات النزوح لا تزال تستمر من محيط الضاحية، حيث تتعرض لشظايا التفجيرات نتيجة انفجار مخازن الأسلحة والذخائر التابعة لحزب الله. شاهدنا بالأمس نزوح من منطقة الحدث، وقبل أمس نزوح من منطقة صبرا. هذا فيما يخص الضاحية الجنوبية لبيروت. إذا سمحت لابد من الإشارة إلى ما يجري عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. منذ الليل وحتى الساعة هناك تركيز وضغط عسكري كبير من جانب القوات الإسرائيلية على الحدود، وهناك تقدم بري تثبته وتوثقه الصور والفيديوهات وأيضا بيانات حزب الله. اليوم حزب الله أعلن في إحدى بياناته أنه أو في أحد بياناته أنه استهدف بصلية صاروخية تجمعا لقوات إسرائيلية في حديقة بلدة مارون الرأس، أي أن تلك القوات دخلت إلى البلدة وتمركزت هناك، علما أن صورا وفيديوهات أخرى سابقة كانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت وتظهر دخول القوات الإسرائيلية إلى محاور العديسة وكفر كلا إلى يارون، حيث تم تفجير منزل وأيضا تفجير أحد المساجد، أيضا الدخول إلى بليدة وإلى مارون الرأس كما ذكرنا، ويارون أيضا ذكرناها. وهناك محوران جديدان دخلا على الخط، على خط محاور القتال المباشر البري، محور بليدة وأيضا محور عين إبل. والليلة الماضية وحتى الصباح جرى الحديث عن تقدم لقوات إسرائيلية برية باتجاه بلدة أم حيبيب اللبنانية الحدودية، أيضا يترافق ذلك مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يتركز على هذه المحاور وعلى قرى حدودية أخرى، وأيضا غارات جوية إسرائيلية على قرى جنوبية. كان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارات إلى أهليها بإخلائها فورا، وأيضا بعدم العودة إليها حتى إشعار آخر. الغارات الجوية الإسرائيلية تؤدي إلى مزيد من القتلى والجرحى وفق مصادر أمنية لبنانية رسمية. نعم. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا الصحفي ويليام عزام من بيروت.